لك شو عم تعملي بحالك؟ حابه تضيعي كل شيء عملتيه؟ عم تنتقمي من حالك؟ غسان عم يتصل فيك، ردي عليه. ردي عليه انت، قولي له اني نايمه. لا، مو قبل ما تقولي شو صاير وشو شرباني. لسه مفكرتي لي حالك عمرك 20 سنة؟ لكن يا عمي، طالما هيفا وراكي لسه بدك تدهوري اكتر واكتر. طول عمرك بتروحي ورا الناس ولا مرة كنتي قدام. امي مشان الله، مالي حسناني اسمع شي، ممكن نأجل الحديث لبكرة؟ ليش مالك حسناني؟ تحسني تسمعي من كل الناس الا من امك اللي بدها مصلحتك؟ قومي طبي بقى، عاجبك شكلك هيك؟ واذا مالك عم تفكري بحالك، فكري بابنك الملحوش يلي ماله عرفان الله وين حاطه. لك انت ام انت؟ لا مالي ام، يمكن لانك انت قدوتي. كيف لك عين تحكي عن الامومه وكل عمرك لحشتي لي تربايه اخواتي؟ ويا ريت حدا منهم طلع فيه الخير، كله حمل درب طريقه ومشي، وبالاخير بطلع انا المغضوبه وهن الله يرضى عليهم. استحوا واحد منهم يدق لي تليفون يسالني كيفك. ايه انا هي المره اللي بدها حدا يهتم فيها. انا اذا حدا حكى عني كلمتين حلوين بركض لعنده. انا بحاجه لحدا يهتم فيني، ما عاد عندي طاقه اهتم بحدا. لك انا دايما سكت العطر. امي مشان الله، مشان كل شي بتحبي، نحكي بكره. ليش بقى لنحكي بكره؟ مشان تقولي لي يا ماما انا اسفه ما كان قصدي.